دريم عيلة. يعني لا يمنع ان انا اقول للعزيزه رشا نبيل ده انا جايب فلان الاسبوع الجاي، لا يمنع انه وائل ابراشي يسالني عن نمره فلانه او فلان الفنان اذا كانت معايا او اقدر اجيبها له، لا مانع. بالعكس انا فاكر انه انا لما التحقت بدريم وائل قال ان انا اضافه، لانه مهم قوي ان محاور مهم يحاور النجوم والادباء، لانه انا زي ما بحاور كندا علوش وغادة عادل، زي ما بحاور يسرى، بحاور وسيم السيسي وسيد حجاب. العيله بتحكم العمل في دريم، ولذلك انا كنت بقوم باصعب مهمه وهي الذهاب الى النجوم في بيوتهم. هل تحب ان تسال ام تسال؟ ببقى فرحان لما حد بيحاورني بشكل جيد، لان ساعات ببقى عايز افضفض. دموعك قريبه لنجوى؟ بس اين عقلك؟ طول الوقت حاضر. علاقتي بخالد بترجع من واحنا عندنا 7 سنين. الشقه احسن نار لانضاج موهبه. هو بس نسيه من كتر العز اللي عايش فيه. عنوانا لهذه السهره: أيها المحاورون تعلم. قناة دريم قناة مصرية لا تعرف التعصب. أظن أن أنا كنت المصري القبطي الوحيد في قناة دريم، ومع ذلك أتذكر جيدا أنه قبل العيد كنت حريص أن يبقى ضيف مفاتيح البابا تاودروس. وبلغت القناة، أنا الحقيقة خدت منه الموافقة يوم الأربع وقال لي هنصور السبت. صبيحة يوم السبت كنت رايح وقلبي بيدق، هل تلتزم القناة بهذا الموضوع؟ لقيت عربية دريم موجودة والكاميرات التلاتة والإضاءة وفريق كبير من المصورين والمساعدين موجودين. ما بنساهاش أبدا لأنها قناة مصرية.